اذا كنا هنتكلم عن نادي الزمالك اللي طبعا الاخ احمد سليمان، عايز اقول لك احمد سليمان صرف مش اقل من 10 مليون جنيه. مش اقل من عايز. يا راجل ده اعلان الاهرام لوحده مليون جنيه. واخد بالك؟ انا بقى مرتضى منصور بقى لي من رئيس محكمه ومحامي بقى بشوف من سنه كام، من سنه كام؟ سنه 90 تقريبا، ما اعرفش بكام سنه. ما عملش الكلام ده. يا بيه فلوس اتوزعت، يا بيه الاخوان المسلمين ادوا احمد سليمان الظابط. عشان انا قلت قبل كده هسكت صدوتهم. يا صوت اخوان مسلمين. واخد بالك؟ ومع ذلك انا بشكر الناس كلها طبعا. نعم. ادوني او ما ادونيش. لكن قبل ما اتكلم انا بشكر الناس، عايز اقول انه ما حدث من جمعيه عموميه. من الذي وجه الدعوه؟ احمد سليمان والمجموعه اللي معاه ولا انا؟ لا أنا مجلس الاداره طبعا. لما يجي لي 44,000 دول ثقه في المكان اللي بقى فيه نادي، حتى اللي كارهين مرتضى من جماعه الاخوان. تاني يعني انا اللي موجه دعوه. انا النهارده قاعد في البيت متابع السيد والجزيره والشمس. 17,000 12,000. لم يحدث في التاريخ. انا عايز حد يطلع يقول لي كان في التاريخ. لا حاجه جميله جدا بصراحه. النادي يقول لي جاب 44,000 في التاريخ. يعني ده دخل مشروع جينز العالميه لانه بحث اي نادي في العالم كمان. تمام. انا بعتبر ده انتصار ليا، نمره واحد. نمره اثنين، بعتبر ان قيمتي بالكامل لما تكسب، واخد بالك؟ لان ربنا نجى احمد امبارح، خلي بالك. ربنا نجاه. احمد كان في سلاح ابيض هيقتلوه امبارح. ربنا اللي نجاه. العصابه الاجراميه اقول لك تاني كان معاهم سلاح ابيض، الناس كلها سمعت احمد لما اغمى عليه عايزين يموتوه امبارح. ربنا نجاه.